لا ننسى أنه السلام مع المغرب ليس جديد لإسرائيل، السلام كان وما زال، لكن للأسف انقطع في سنة 2000، لكن منذ عام تم تجديد الاتفاق السلام والعلاقات الدبلوماسية والعلاقات التجارية والعلاقات السياحية. المغرب وإسرائيل دولتان صديقتان من سنين، ومنذ أيام الملك الذي حافظ على اليهود من 50 سنة أو أكثر. ولا ننسى أنه هناك في إسرائيل يعيش ما يقارب 1.5 مليون من جذور مغربية، وهم موجودين في إسرائيل في مراكز الحكم وفي كل الحياة الاجتماعية في دولة إسرائيل. بين إسرائيل والمغرب تم توقيع على عدة اتفاقيات، ومنها السياحة بين الدولتين وتسهيل التأشيرات بين الدولتين. تم اتفاق على تبادل التجارة بين الدولتين، ولم ننسى زيارة مسؤولين كبار إلى المغرب، ومنهم وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الخارجية لدفع عجلة السلام بين الدولتين. Thank you.